مع الشغل الجيد في الري والتسميد بصينا برضو لقينا ان احنا بنواجه اشد التحديات اللي بتواجه النخيل في الوطن العربي كله بل في العالم، اللي هي سوسه النخيل. فلما وجدنا نفسنا ان احنا بندير عمليه الري وعمليه التسميد بالمقننات او بجرامات اللي حضرتك اللي زي ما قلتها لحضرتك، احنا ما شاء الله النهارده النخيل او المزرعه عمرها تقريبا داخلين على 5 سنين بفضل الله زيرو سوسه، واقل استخدام للمبيدات. احنا قد نكون استخدامنا في المبيدات زيرو اصلا كمان بسبب الاداره الجيده، يعني ما بناخدش او ما بنعملش اي عمليه او بنرو اي ري او بنرو اي تسميد الا ما يكون في احكام شديد جدا على العمليه اللي احنا بنعملها دي. العمليات الفنيه في النخيل ما نقدرش نتوقف عنها لان دي عمليه انتاج. انا بقعد من شهر 3 او نص 2 عمليات خروج الاغاريض المؤنثه اللي لازم تتلقح، بعد كده التلقيح، استنى العقد عشان خاطر اعمل عمليات الخف، وبعد الخف ببدا عمليات التكييس اللي هي عمليات اللي انا تطوير الجوده بتاعه التمور. فدي كلها عمليات بتقوم بالبشر بالعامل البشري، فما نقدرش نوقف العامل البشري عن النخل خالص. فالحمد لله تغلبنا عليها بعملت المزرعه، يعني قسمنا العدد الموجود عندنا على المساحه بتاعتنا وقدرناها بشكل جيد الحمد لله. وكمان اللي بيساعدنا اكتر ان احنا قدرنا نتجاوز مشكله كورونا والاحتكاك، لان معظم توصياتنا بتوصل للمزارع عن طريق طريقه مستحدثه نوعا ما، ان المعلومه توصل له على تليفونه، فبالتالي مش محتاج لحد يروح له ولا يحتك بيه ولا مرشد زراعي يتنقل ما بين المزارعين ولا يحتك بالناس ولا اي حاجه خالص. ده التليفون في ايده، يتبعت له الرساله بالتوصية التي لها علاقة بما سيحدث في المناخ.